يقولون المجتمع العربي لا يقبل وجود المرأة الحديدية، ودي حاجة كخ خالص. ازاي انتوا كل واحدة في حياتكم مرأة حديدية؟ الست اللي بتنزل وبتشتغل وتخلي بالها من نفسها وتحافظ على نفسها وبتجيب قرشها وتحاول ازمرش الشيكانة انها تصرف على نفسها وسبورت البيت وترجع تلاقي بيت نظيف واهتمام في البيت، تربي عيال كويسة، وفي نفس الوقت تبقى أنثى إلى حد ما وتخلي بالها من، شوف المنظر مثلا، من شعرها، من منظرها، من جمالها، وفي نفس الوقت بتمر بالتقلبات المزاجية كل شهر. ده بيولوجيكلي بقى، المخ بيتحول تبقى أنثى كده لذيذة ونعومة وبريئة وهادية، وبعدين فجأة تتحول إلى مونستر. ده حاجات علمية ممكن تطلعوا على النت وشوفوا إيه اللي بيحصل during الـ PMS. ويا سلام بقى لما بتحمل التسع شهور بتوع الحمل، وفي نفس الوقت لسه مرأة عاملة. انا ما بقارنش الراجل بالست، بس انا بقول لك، بشهدك يا مؤمن، الست لما بتعمل كل الحاجات دي بتبقى الصبح راجل وبالليل ست، تبقى شكلها ولا نفسيتها عاملة ازاي؟ وفي نفس الوقت بتعود نفسها ان هي ما تكونش متطلبة، وهي اللي تداوي وتطبطب وتخلي بالها من اللي قدامها. والله احنا لو عايزيننا طول الوقت حلوين وطيبين وحنينين، provide the society اللي الست تبقى قاعدة فيها في امان وتخرج في الشارع بامان من غير ما حد يضايقها، وفي نفس الوقت تبقى قاعدة ملكة في بيتها بيجي لها كل حاجة في كل حتة، وفي نفس الوقت الراجل لما يدخل البيت شايل كل همومه بره وداخل لها بابتسامة بشوشة جميلة كده زي ايام الصحابة زمان. لكن الكلام ده مش موجود دلوقتي، فما تجيش تمسك المرأة اللي عمالة شايلة كل ده وتعبانه ومتعرفش جسمها بيمر بايه من التعب، ولا دمها بيمر، التقلبات اللي بتحصل كل شهر دي ايه اللي بيحصل جوه السيستم بتاعها، انت متعرفش هي بتعاني قد ايه، وتقول لها تلت في تلاته كام؟ ما ينفعش. لو ما عندكش رحمه من المراه صدقني في يوم للمراه هترجع لك. فخلي بالك ان كل واحده ماشيه قدامك دي شايله حاجات انت مش عارفها، واتقي الله فيها. سلام.